I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return, heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. سلامات شباب، اليوم هو مقطع مهم كثير من سلسلة Elden Ring. ما بكذب عليكم، أنا خايف شوي مقطع اليوم. اليوم يفترض إنها تكون مواجهة ميلينا، وقبل ما نحكي عن مواجهة ميلينا لازم نحكي إشي بسيط. سويت شوية بحث عن إيش كان ليفل الأشخاص لما واجهوا ميلينا. الأفريج كان بين 120 و 140. أنا ليفلي حاليا 96. إشي ثاني واللي هو سلاحي، أنا بحب هذا السلاح يا جماعة، هذا سلاح خرافي، وهو ساعدني إني أغلب جميع البوسز لحد اللحظة، وأنا مصر إني بدي أغلب ميلينا في هذا السلاح. ما بدي أجيب ريفرز أوف بلود، ما بدي أجيب مونفيل، ما بدي أجيب أي سلاح ثاني، أنا مصر بدي أغلب ميلينا في هذا السلاح. طبعا أول إشي لازم نوصل لعند ميلينا، وهي موجودة في منطقة هان، ف يلا نبلش. أها هدفنا هان. أوه أوكي غريس بلاك نايف، والله الأرمور شكله خرافي. دام هيلد شوت باي سيل. خلوني أسوي شوية بحث. أوكي رجعنا وعرفت شو لازم أسوي، يعني ما عرفت بالضبط بس عرفت إني لازم أدخل هانا أولع زي ما تشايفين مكتوب، أولع أربع شمعات. ف هذا الشيء بيشبه في دارك سولز 3 مرة ولعت ثلاث شعلات عشان تفتح الباب. أوه بيشبه العالم اللي فوق بالضبط. هل الباب تفتح؟ لا. أوكي What the shit؟ لحظة What the shit؟ أوه اوتش 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 لا يا الله وات وات كيف اصلا تقتلوا هذا؟ يعني شايف انه في علامات على الارض بس غير هيك فيش شيء. اظن احسن فكرة اني اهرب منه. دوج 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 اطلع ضوي. اوكي ضونا الشمعة الأولى. اركض 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 اركض. وات ذا شيت حتى تبعوني الأسهم بيكونوا عايشين، يعني الذئاب عايشة. لحظة أنا شايف إشي معلي كان. أوه بيرفكت. اوكي مش بيرفكت 100%. لحظة حاسس انه كعب بيكرب علي. اوه لا اوه لا هلا صرنا في مشكلة. اوه ثانك جاد برو. ليش حاسس انه في اكثر من واحد منه هذا؟ اذا شفت كمان اشي بيمشي على الارض راح اموت خوف. لحظة شوي هنا في درج. شايفين الشعلة الزركة؟ جزء الشعلة الزركة بتأشر وين لازم تروح، لأنه هان في واحدة وهناك في واحدة وجنبهم درج. أوكي هي الثانية، هناك الثالثة، طب وين الرابعة؟ هذا اللغز مزعج، هذا اللغز مزعج كثير. أوه ماي كيف كمان واحد كمان واحد. اوه ماي جاد كمان واحد طلع في اثنين. خلص الاستس عندي خلص. اوه بيعطيك ثنتين استس. اوه لحظة هذا مش نفس الجرس اللي انا شفته، هذا واحد مختلف. اوكي هذا الثالث، ضل هسه بس الرابع وانا بعرف وين الرابع. كيف اوصل له؟ اوه ماي جاد كيف صدتني؟
اوكي شوي فوق. موت. او دام طحنته طحن. اوه في اثنين. ار يو سيريس؟ لا كنت قريب يا اخوة. انزلي انزلي. شكرا. ضل بس الضوء، ضل بس الضوء. الضوء الرابع صح؟ مش مضطر ارجع كل الضواو صح؟ اوه الحمد لله. اوكي هلا بروحها هناك. بطلوني لحالهم؟ وهسه رجعنا هان. مش متخيلين شو كان مزعج هذا الاشي. ما بدي اعيده كمان مرة. تليبورت. شجرة ميكلا. وصلنا. دام طلع شو حجمها. خرافي. اتوقع بس لازم انزل. مرحبا فيك، بس بدي اخذ هالايتم. اوكي ما خفتش لولا لحظة. طلع شجرة ميكلا عليها زي رات. وعليها نمل. دام الطريق اسهل ما توقع. اوكي كان لازم احكي. كان لازم احكي. صابني السكارلت رات. هالشي مش منيح. اوكي في درج هان. جريس. شكرا. انا بحب هاللعبة زي ما حكيت، بس اشي غريب انه واحدة من الشخصيات الرئيسية يعني زي ميلينا اللي هي الفالكري اللي بينت في كل الاعلانات وكل اشي مخبية لهالدرجة. تتوقع انه كان ممكن يخلوها زي باص رئيسي ولا اشي، بس لا مخبينها. او ماي جاد. ار يو سيريس؟ بعد كل اشي قدرت اعبره بدون ما انصاب. هذا اللي دفعني؟ لحظة ارواحي هان؟ ليش ارواحي هان؟ بقدر اسوي سكيب. مرحبا شباب. لا تهتموا فيي انا بس تعرفوا كيف. وات ذا شيت. انت بتستدعي كاعد؟ او ماي جاد شوي وقتلني برو. او ماي جاد لازم انط هاي. كانت نطة بسيطة مسعود، بس انت لحظة. اوف كورس في ساحر ضخم هان. هان بينا زي منطقة باس، ولا انا بتخيل. هان منطقة باس، كيف وصلت لحد باس؟ بون فاير. اوكي باس. كمان 3 سنتينل. نايس. لحظة، أنا واجهت هذا. هذا زي الساحر أحصانه. مرة واجهت روحه. قديه مندمجه؟ مندمجه منيح؟ مندمجه منيح. اوكي هذا كان غلط، أنا آسف. أوتش. لا 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 لا. شيت. هوف. إيش هذا؟ دام. الديلي. اوكي قتلناه. برو احنا متأكدين انه راح تكون قوية ميلينيا، متأكدين. لحظة كان في عصاية سامينينج وما شفتها. برو ميلينيا راح تتدمر. قد اعطاني هذا؟ 200. هذا اعطاني 200,000. شكلي راح اوصل ليفل 100 قبل ما اواجه ميلينا. هالي شي منيح. واحدة ستامنا. صرت بالضبط ليفل 100 يا جماعة. زي مدينة. انا اورلاندو كمان مرة. اللي بيلعب دارك سولز بيفهم ايش قصدي. شايفين وين جريس؟ ورا هذا. ليه مبين زي كأنه تعبان؟ مش مشكلة.
بسيطة 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 بسيطة. نايس، خلاص أنا جاهز. بس والله حلوة أنورلاندو الجديدة. هذول بحاول يمسكوا فيها، قاعدين بحاول يمسكوا فيها. ها لا تهتموا فيها، بس قاعد بمشي في أنورلاندو الجديدة. واحد من هدول. شفتوا الزجزاج؟ كمان واحد؟ اوه! في درج لفوق، بتعرفوا؟ اقتلوني، بتعرفوا بهتمش. Just do it, just do it. اخذت الجريس، انا مبسوط. كريم بحرس تشيست، بتعرف؟ بس افتح التشيست واخذ الايتم راتن كريستال سورد. اوكي شكرا على السيف، انا بس راح اطلع على السريع. شكرا لكم. طريقي من هان. هذا حمار. او ماي جاد، لا ار يو سيريوس، انا بكره هالمنطقه. تقدرش حتى تسوي رول برو فيها. طلعوا هذول قاعدين بيمشوا علي. Are you serious؟ هذه الطريق الصح اصلا؟ اوكي اوكي. What؟ في شي هان. درج. اوه ماي جاد، الحمد لله. انا بكل صراحه مش عارف اذا قاعد بمشي في الطريق الصح اصلا. اوتش اوتش، بليز ستوب. لا ام ديد. وصلت. شفتوا هذيك الغرفه؟ هذيك الغرفه هي ميلينا. اوكي. شيت، وصلنا. اول شيء نيجي هان نشوف ايش في هان. هذه هي وردة ميلينا. ما بعرف ايش في هان، بس هذا مش مهم هسه. اوف يلا. لحظة، هذه الغرفة اللي كنت قاعد بنزل ووقعت عليها كم من مرة. ها هايها، جزء من الشجرة. اقتلها وهي نايمة بسرعة. صحت، اكلنا هوا، كلنا متنا. I dreamt for so long. My flesh was dull gold and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. Shit. As I awaited his return. هي على فكرة عامية، ما بتشوف. Heed my words. I am Melania, blade of Mikala. شيت. لا. لا. أنا مش جاهز. أنا نفسيا ولا جسديا مش جاهز. اللي صار إني بالغلط كبست على الشاشة الثانية، فشخصيتي علكت.
بس متت بوان شوت يا جماعة. هذه هي المحاولة الأولى. أوكي هذيك ما بتنحسب. كلب تركض، كلب تركض، كلب تركض، كلب. أوكي كلب يدمجها منيح. وبصير لها ستاجر. أوه! آه بتهيل، بتهيل بكل ضربة. إيش هاي؟ ألو؟ هاي الحركة بعد عنها. لا 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 وصلتها نص هيلثها. هالإشي ممكن كثير كثير. ليش أنا خايف؟ هذه الحركة. أوكي خشت على الميمك فيها بس. هالإشي ممتاز. ليش مش أنا بهاي المرة أضرب؟ اوكي لا 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 هي علي مش علي. خلصنا فيز 1 برو. انا كنت خايف كثير. واحد من السبسكرايبرز عندي حكالي على ديسكورد اسمه فوكس، حكى انه نفس البيلد تاعي وليفلو 150 ومش قادر يغلبها. وات؟ متأكد؟ وحكينا انه بستعمل ميميك وكل شي زيي. هالشي كان مخوفني. اه والله الخوذة شكلها خرافي. الجمجمة. اه بتحكي لي استنى. او لا لا الوردة. فراشات كذا بتطلع منها برو. فراش فراش. كيف خلوا اشي زي السكارلت روت اشي زي فراش؟ كان هوا راح تشوف الرعب. حكت لي اوكي اوكي تمام. أو شيت شو بتسوي؟ يعني الحركة مرة تطير في الهواء وان شوت وهاي الحركة برضه وان شوت. ميميك احشرها في الزاوية. استاجرها استاجر. اوه ميميك انت بتجنن، كانت بدها تسوي الحركة علي. الو الو كفي هيلينج. الو اوه هاي الحركة تقدرش تتجنبها بكل بساطة. قربت اغلبها. اوكي الفيز 1 سهلة، فيز 1 سهلة. المشكلة بس هي هذه الحركة. وإذا هاي الحركة موجودة في فيز 2 أنا في مشكلة كبيرة شوي. أو ماي جاد أو ماي جاد أو ماي جاد. أوكي 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 أو ماي جاد. هاي تضرب اثنين مش واحد. إذا عندها فيز 2 ليش بتهيل؟ يعني
يعني قتلنا موغ وموغ بيهيل في نص القتال وبخش فيز 2 بس خلص. يعني هذا كان الفيز 2 ما كان في عنده فيز غيرها. ليش الهيلينج؟ شيش. ماتت ماتت ماتت. هسه البليد بيجي. ماتت. نايس فيز 2 اوكي. هالمرة تجنب هالحركة مسعود. او ماي جاد. هالشي بيجي بيعطيك سكار للتروت. نمي كعب تدمج منه. هسه؟ ايش هاي؟ الو؟ 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 صارت ترمي زي اشياء منها والميمك مات. اوكي حلو عندها الحركة. الحركة عندها، الحركة اللي بتخل الوش وش عندها. اوكي ممكن توقفي هيلينج بس بتهيلي زيادة على اللزوم كذا شوي. موتي. اوكي. ميمك لا تدخل ميمك رجاء يا صاحبي لا تدخل. هذه الحركة. لا. اوكي لا هي حركة ثانية بس برضو مزعجة. ميمك ميمك. اوكي ركزت على ميمك. هاي الحركة. او لا مش الحركة. اوكي. هاي الوردة. شت. بليد بليد بليد. I'm dead. ميمك لا اعطوها طلع قد ايه هي لها هسه. I'm dead. وين البليد برو؟ او ماي جاد برو. شيت. ماي براذر اي ام سوري. اخ بدي نظاره. كانت بتحكي انه اخيرا لاقت حد هزمها. اي فاينلي ميت ماي ماتش. رجلي قاعدين برج من الحماس برو. هذه هي واتش. او اشي ميت هذا. اوكي ما راح اكد احكي هذا هو ولا هيك اشي لانه هذه بجوز اصعب باس في تاريخ لعبة بجوز اصعب باس في تاريخ السولز بشكل عام. وانا هزمت اصعب باس في تاريخ الالعاب. بالمناسبة عدد المحاولات اقل من 10 اللي نقطة ضعفها يا جماعة. وانا حاس اني عرفت نقطة ضعفها. الاستاجر. إذا معك سيف كبير وضربتها فيه بتوقف أي هجوم بتوقف تحرك بصير لها ستاجر. في العادة مرة تواجه وحوش قوية وتقعد تضرب فيها بتأثروش وبيكملوا حركتهم. هي بتتأثر هي بتوقف. ويعني لو أنها بتوقفش بصير القتال شبه مستحيل أنها بتهيل وبصر شو. ويعني هزمتها على ليفل 101 أو لحظة بطلع لفوق مش منزل لتحت. يعني هاي الطريق عشان أوصل هان إذا بدي. يعني اساسا بدي اوصل لهناك. اوكي واطلع لفوق او اني اوقع واموت لاني 480,000. الحمد لله. اوكي تعرفوا راح امزح مع هذا الاشي بعدين. هسا انا بس راح اسوي انتقال سريع خفيف. يحكوا لي اذا في اشي مهم في الغرفة هناك لازم اروح عليه. اشي كان يضايقني في القتال اني الستامنة كانت تخلص بسرعة فراح اعطي حالي شوية استامنة زيادة. خلوني اجي على هذا احكي له اني
غلبت ميلينيا لورد ديفاين. كل ما احكي له اشياء بيعطيني سحر، ما بحتاج السحر. طلع سحر، بضل يعطيني سحر سحر سحر، بحتاج السحر. ليه مش قادر احكي معه؟ هذا هو، بقدرش احكي معه اكثر من هيك. جودريك، رايكارد، رادان، مورغوت، موغ وميلينيا، هاي الستة هزمتهم كلهم، مش مفعل ولا واحد فيهم بس هزمت الستة. اشوف ميلينيا اما ممكن تاخذ سيفها او الحركة السحرية تبعتها. بقدر اشتري دروعها من هان؟ بقدر اشتري دروعها. ما راح انهي الفيديو في الراوند هول تيبل، بقدرش يا جماعة، لازم انهيه. اخ وهذا الكرسي تاعها، اخ خلنا نقعد شوي هنا جنب كرسي ميلينيا. هيك يا شباب وصلنا هذا المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم، لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وانتماء بستاهل. بمزح بمزح. ففوكس اللي عندي في ديسكورد اللي باني نفس البيل تاعي، اذا شفت هذا الفيديو اتمنى انك اخذت شويه ملاحظات كيف تغلب ميلينيا. فيا انشروا هذا المقطع في كل محل، احكوا لهم مايوفو هزم ميلينا ليفل 100، اوكي 101 بس هزمها بليفل صغير. وبس هذا كان معكم مايوفو، السلام عليكم.